الآلة الافتراضية Virtual Machine. نظام التشغيل هو مجموعة من البرامج التي تتحكم وتدير الحاسب، ويكون النظام هو الوسيط بين المستخدم وجهاز الحاسب. من أمثلة أنظمة التشغيل مايكروسوفت ويندوز، لينكس، وماك أو إس. فهل يمكن لجهاز حاسب أن يحتوي على أكثر من نظام تشغيل؟ نعم، يمكن باستخدام الآلة الافتراضية، وهو برنامج يسمح للمستخدم باستخدام أكثر من نظام تشغيل بشكل منفصل في نفس الجهاز، أي عوضاً عن شراء جهاز بنظام تشغيل مختلف عن المتواجد في جهازك، الآلة الافتراضية تفي بالغرض. مثال: تشغيل نظام لينكس على جهاز يدعم نظام ويندوز باستخدام أحد برامج الآلة الافتراضية، منها Virtual Box أو VMware. نستخدم الآلة الافتراضية لأسباب عدة، منها تجربة أنظمة تشغيل مختلفة بأقل تكلفة، تحميل واستخدام أنظمة تشغيل قديمة، فتح برامج ليست مدعومة من نظام تشغيل جهازك.